كنت واجدو في هذا الفضاء لتكريم شخصية من الإعلام الرياضي بامتياز اللي هو سي بلعيد بوميد. سي بلعيد بوميد غني عن التعريف اللي هو عطى الصحافة المغربية الصحافة الرياضية المغربية عدة اشتغالات، عدة ورشات، عدة مقالات وكتابات في نطاق الرياضة المغربية وتطوير الرياضة المغربية بالمغرب، ولكن كذلك ساهم مع الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات. هذا اليوم تيجي مطموح بشراكة بين الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات والمغربية للصحافة الرياضية، وكيتم اللي ما نقدروش نقولوا بان غنوفيو حق السي بلعيد بوميد، ولكن على الاقل لرد الاعتبار للتذكير بان هناك رجالات في البلاد اللي هما عطاو للمغرب وعطاو يعني الكثير، ولازم يعني يتم التكريم ديالهم ويتم الاعتراف بما مدوا به الرياضه المغربيه. اليوم كيف كتشوفوا كانوا تواجدوا معنا يعني الأهرامات في ميدان الرياضة وفي ميدان الكتابة والأدب ويعني جميع المجالات اللي تكريم هذا السيد هذا اللي الحمد لله كنشوفه بصحة جيدة ويعني تيتمثل الشفاء إن شاء الله، وهي كوكالة مغربية لمكافحة المنشطات اللي هي حديثة العون الإنشاء، يعني هو لقينا منه السند ولقينا منه العون ولقينا منه المساعدة، وكذلك يعني وكبنا في المسيرة ديالنا، يعني خير دليل على هذا هو الشعار اللي هو مدنا به وعطاه لنا يعني تفضل علينا به لمواكبة القافلة المغربية والقافلة الوطنية لمكافحة المنشطات اللي هي تحت عنوان رياضة بدون منشطات التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الشلالة نصر الله وإياده. سيدي يحيى عيسى المغربي الإعلامي الرياضي، اليوم المغربي الإعلامي بشراكة مع الوكالة المغربية مكافحة المنشطات نظمت هذا الحفل التكريمي لفائدة رجلا أعطى الكثير لهذا الوطن وأعطى كثير للصحافة الرياضية. هو نعم الأب والأستاذ كذلك مربي الأجيال السيد بلعيد بوميد. هذا الحفل هو قليل في حقه لأن هو يستحق أكثر من هذا التكريم، يستحق أكثر من هذا الاعتراف، يستحق الاهتمام والتفاهم، خصوصا وهو يمر هذه الأيام بوعكة صحية زعما في الفراش. اليوم كابد باش يوصل ويجي من ترديد الرباط لحضور هذا التكريم، ونتمنى له عمر طويل ومزيدا من العطاء، لان ما زلنا محتاجين اليه وإلى إنتاجات المبادرة لأن السي بلعيد حتى التأخير كان خارج على الإرادة ديالنا، لأنها كانت الوضعية الصحية وكان كيخضع للفحوصات، لهذا كنشوف بأن كما كيقولوا الخير فيما اختاره الله شاءت الظروف أننا نختاروا هذا اليوم الرمضاني باش نكرموا فيه الاعلام واهرامات الصحافه الرياضيه. الرئيس السابق للاتحاد الافريقي للصحفيين الرياضيين، وهذا منصب ماشي سهل، السي محمد السي بلعيد بوميد، واحد من القامات الاعلاميه، واحد من المثقفين، واحد من الكتاب، واحد انا كنعتبره انثروبولوج ديال الصحافه الرياضيه. ماشي سهل انك تلقى واحد الشخص كيكتب جميع الاصناف الصحفيه، كيكتب اكثر من ذلك انه كيكتب كيدير كاريكاتير، وهذه وحده من الميزات اللي عنده وما عندش بزاف ديال الصحفيين، يعني الصحفي الشامل هو بالعيد. اليوم كنشكر المغربيه الاعلاميين الرياضيين على المبادره، ونتمنى له الصحه وطول العمر، ونتمنى ان هاد التجارب ديالو تكتب الدول في كتب باش ما تضيعش، لانه عايش مجموعه من التضررات، عايش المنتخبات، عايش هذه كلها دراسي ما خصناش نتحرموا منهم احنا كصحافه. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في.